وللمزيد حول المساعدات المصرية للأشقاء الفلسطينيين وزيارة السفيرة الأمريكية لمخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش، نتابع مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، يعني نتواجد معكم الآن من داخل مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر بمدينة العريش، حيث الزيارة التي تقوم بها السفيرة الأمريكية لدى القاهرة يرافقها مبعوث الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط ووفد من كبار المسؤولين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. وكان في استقبال هذا الوفد يعني محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور، والذي أكد على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر من أجل استقبال هذه المساعدات التي تأتي من جميع دول العالم لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الزيارة الثانية للسفيرة الأمريكية لدى القاهرة، يعني الزيارة الأولى كانت في يناير الماضي، وأكدت فيها يعني السفيرة خلال زيارتها إلى الجهد الكبير الذي تقوم به مصر والهلال الأحمر المصري من أجل استقبال هذه المساعدات وتصنيفها وتخزينها وثم إرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. خلال الزيارة اليوم أيضا استمعت السفيرة الأمريكية إلى شرح مفصل من مسؤول الهلال الأحمر المصري حول الجهود الكبيرة الذين يقومون بها لتخزين هذه المساعدات لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية والإنسانية والإيوائية. إذن هي زيارة تأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها أو الذي يقوم بها الوفود الأجنبية إلى مدينة العريش وبالتحديد إلى مركز الخدمات اللوجستية لتفقد أو متابعة الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر من أجل استقبال هذه المساعدات وإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود لكم مرة أخرى في الاستوديو.